والله يسهل على ذاك الفنانة اللي أنا يعني ياريت أنها تشوف هاد المورس وهذا بالضبط. شيماء الله يرحمها يعني معاناتها كأي يعني مصاب بسرطان ما كتكونش يعني بشيء الهين. الله يرحمها ويوسع عليها قصات ولكن الحمد لله ربي اختارها وما بغاش يعذبها اكثر والله يرجع ربي يصبرنا وصافي على فراقها. الايامات الاخيره ولات يعني الدواء كيغلب عليها شويه ولا يعني كتغيب اكثر ما كتكون فايقه وهي كتصلي كتخاف انها يعني تغيب يعني وكتبقى انها شاده تتسالي الصلاه ديالها. باختصار انسانه قويه انسانه صبوره بواحد الشكل اللي ما شفتلوش انا المثيل. يعني هنيئا لها بالصبر ديالها والله يجعل ربي يحتسبوا لها وتكون حوريه من حوريات الجنه يا ربي. لان شيماء وهي كتموت كتطلب الله انه يشافيها وفي اللحظات الاخيره والدقائق الاخيره كما كنت كنعاود الام ديالها الدقائق الاخيره وهي كتقول يعني عاونوني جيبوا لي الطبيب انا ما بغيتش نموت انا يعني الدقائق الاخيره وهي متشبته بالحياه ومتشبته بالدنيا وكان عندها امل كبير في الشفاء. ما غاديش نكونوا حنا احسن من اولياء والله والانبياء والرسل اللي فين ما كانوا كيتدفنوا وهذا الكلام هذا وقيل حتى الوالدين ديالها شطروني الرأي لأن إكرام الميت دفنه أول شيء. ثاني حاجة كما كتعرفوا كلكم شيماء ماتت بمرض سرطان وكان جاها نزيف داخلي يعني كان إحنا اللي شفناها وشفناها كيفاش كتعذب وشفنا الحالة ديالها عند الوفاة يعني استخسرنا أنها تزيد مسكينة تعذب قلنا بركة ولكن هذا ما كانش كلامي أنا ولا كلام ولدي بوحده يعني استشرنا مع الأم ديالها. أنا ذاك الساعة ما قدرت ناخذ حتى شي قرار أنني اتصلت بها مرة وجوج وثلاثة حتى خدينا القرار يعني مع بعضياتنا تشاورنا مع بعضياتنا وهي الله يجازيها بالخير وهذه يعني غتبقى هنا عمرني ما غنساها أنها قالت لي بنتك وانتي غتعرفي شنو غادي تديري. فعلا ما كاين أدنى خلاف ولا لا كبير ولا صغير. هاد الناس الحمد لله كما عرفتهم النهار الأول كما باقين حنا يد وحده هما ناس جيدين كرامة كيعرفوا بينهم بين الله. يعني قالك حنا هذيك بنتنا النهار اللي تكاتبتوا وعطيناكم هذيك البنت فهي ولات بنتكم. يعني اي حاجه درتي هذا لا لسان امها ولا على لسان باها وحنا جالسين في دارهم وجالسين جالسه في وسط منهم يعني لو ان كاين شي خلاف راه مستحيل انني غنكون حاليا في وسط منهم. اول حاجه شيماء ونور الدين من النهار اللي عرفوا بعضياتهم وما كيصوروا جميع تفاصيل حياتهم صوروها. علاش الموت فقط هي اللي غادي نقولوا غنربحوا منها؟ ما كنظنش ان شي مشهور او المشاهير كلها كتصور الجنائز ديالهم المغنيين الممثلين الرؤساء الوزراء كيتصور الجنائز ديالهم كيتصور الدفن ديالهم. علاش زعما غير شيماء بن سعيد اللي غتكون الجنازه ديالها غير؟ انا الا دخلتوا الصفحات ديالي لا على الانستغرام ولا على وقيله حتى اليوتيوب في اليوتيوب غتلقاو انني ناشره الجنازه ديال الاب ديالي نشر القبر ديالو نشر سيارة الموتى نشر الليلة بالمسمعين بكل شيء. يعني علاش أنني ما تقلش عليا أنا داك أنني كنتاجر ب... والعلم أن ما أحن لا أنا لا ولدي ما نفعليش الأدسنس لا في اليوتيوب ولا ما عندنا حتى شي مدخول في حتى شي حاجة. ولو بغينا أننا نتاجروا ونربحوا علاش غنوقفوا؟ علاش غنحبسوا دابا؟ كره استمرينا كره اللي خرج علينا شي فيديو كيعاير ولا كيسب نخرجوا حتى حنا كنعايروا وكنسبوا هكا غنوليو كنتعاطاو وهكا غنولي يولي الربح اكثر. بزاف د الناس ومن ضمنهم واحد الفنانه اللي انا يعني يا ريت انها تشوف هاد المورس وهذا بالضبط اللي علقوا على المونتاج وعلقوا على كيفاش هو قدر انه يدير مونتاج واحد السيده ميته ويعري لها وجهها ويدير هذاك ماشي مونتاج.
ماشي حنا اللي درنا المونتاج وهذيك ماشي شيماء. انا لان كما كتعرفوا كلكم وبزاف الناس وحتى اللي ما كيعرفش هذه فرصه انه يعرف، انا واحد الانسانه اللي ممثله كنمارس الفن مسرح السينما التلفازه، ولدي حتى هو فيه واحد يعني واحد الفيس كما كنقولوا. فقبل كاع حتى انه ما يمشي للامارات، ماشي انه يعرف شيماء، قبل حتى ما يمشي للامارات كنا واحد النهار من باب التسليه درنا واحد المقطع ولا مشهد تصويري على اساس مو ماتت يعني، وهذيك راه انا اللي في الفيديو، ويلاحظوا الناس مزيان انا اللي كان كيغطي لي وجهي، انا اللي كان كيبكي لي هذاك فيديو بوحده. فالناس سمحهم الله هزوا داك الفيديو وداروا مونتاج مع تصور شيماء، مع هو مع شيماء، فالناس سحبوا من هذيك شيماء. في حاجه طبيعيه انا وحده من الناس لو انني نشوف واحد كيبكي على وحده ميته وكيعري لها وجهها وهذا ما يعجبنيش الحال، فانا غير من باب التصحيح هذيك راه ماشي شيماء، وهذاك المونتاج ماشي حنا اللي درناه وماشي ولدي اللي دارو، وهذيك راه انا. ويقدروا الناس يرجعوا للفيديو ويشوفوا التصاور مزيان ويكبروا ويلاحظوا ويلقوني انا راه ماشي 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 شيماء. نور الدين غنقول للناس كاملين اللي كيبغيو شيماء وكيبغيو نور الدين يدعيو معاه، يدعيو معاه بالصبر وبانه يتخطى هذه الازمه، لان ما سهلش ما سهلش عليه. باقي ما مستوعبش، هو كيوصلني اليوم المطار كلمه بقات لي في ودني قال لي ماما انا راه كنحسب هادشي راه غير حلم، انا كنحسب راسي غير كنحلم. نقول لهم الله يجازيكم بالخير، نقول لهم كلمه الله يجازيكم بالخير قليله في حقكم. نقول لهم مهما نخص بالذكر المغربيات اللي مقيمات في الامارات بالضبط في العين، نقول لكم داكشي اللي درتو لا مع شيماء ولا مع ولدي ولا معايا ولا اللي كانوا ناويين يديروا حتى مع ماما شيماء، ربي الوحيد هو اللي غيقدر يجازيهم. مهما شكرت فما غنقدرش نوفيهم حقهم. الله يصبرنا والله يرحمها ويوسع عليها وثق بيا شيماء. شيماء شي ما عمرنا ما نقدروا نساوها ولا يقدروا نساوها. كل من عرف شيماء بغى شيماء وما غينساش شيماء. وغنطلب الله سبحانه وتعالى يصبر ميمتها ويصبر باها حبيبها ويخلينا ديما متاوين ويخلينا ديما مخاوين. وانا وهاد السيده هادي ما غتفرقنا الا الموت، وهاد السيد وهاد العائله ما غتفرقنا الا الموت. ما كانت نسوبيه ولا تخاوه، ان شاء الله ما تفرقنا غير الموت ياك اختي. الحمد لله داكشي اللي كاين ما تفرقنا غير الموت، انت اختي وانا اختي. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.